السلام عليكم، معكم حضنة تكنو دياغ. اليوم معنا هذه طروة سويت تيسات، يعني تاع واحد صديق لينا طاحت له اونبان في بلاصة شوية ايزولي في دوزيام جور تاع العيد، مزية كان امام حاجز تاع الدرك الوطني، كان اون فامي. درنا لها سكانر، لقينا الديفو باللي ماشي الديفو اللي نقدروا نخدموه يعني في الليل، وكان الوقت متأخر شوية حوالي الوحدة تاع الصباح. المهم عودنا رفدنا في الديباناج لاتولي حوالي 50 كيلومتر، ومن بعد عاود وصلناه للدار وخلينا الخدمة حتى الغدوة الصباح. دوك نشوفوا لي ديفو اللي كانوا خارجين كيف كيف، ونشوفوا كيفاش ريقلناهم مع بعض ان شاء الله. المهم احنا درنا لهم رابور تاع دياغنوستيك، خرجنا اون فورما بي دي اف تاع تولي ديفو اللي كانوا خارجين في الطوموبيل في الليل في الليله هذيك. احنا كي نجيو نلاحظوا مليح نلقاو باللي هذا اللي ديفو كامل يخص لي كابتور ولا الحساسات اللي راهم في المحرك. وكي نجيو هكذا نخمنوا مليح نلقاو باللي كاين شغل عطل مشترك، يا فلاماس تاع لي كابتور، يا في 5 فولت ولا الريفيرونس تاع لي كابتور. دوكا نشوفوا الديفو كيفاش عالجناه مع بعض. فوالا نحنا مزيان، هاي راهي لافيش هذي تاع الكابتور تاع لابريسيو تاع لا رومب. شوفوا المشكل وين كان، كان هنايا في هذي كتوشي الشاصي، سما 5 فولت كندير كور سيركوي الاماس. واش كان يروح معها ثانية الاماس؟ كان يروح معها الكابتور تاع لابريسيو تاع التيربو هذا. سما لي كابتور اللي كانوا خارجين في السكانير عندهم نفس ال 5 فولت، هذا الكابتور تاع لابريسيو تاع التيربو، كابتور تاع التمبيراتور دير، ميم كابتور بوزيسيون كوبي تاع لافونجيير. المهم اللي كانوا خارجين في السكانير هو السبب كامل كان في لافيش تاع الكابتور تاع لابريسيو تاع لا رومب. سما 5 فولت تاعو كان طريح على لاماس، هذو كامل يروحوا لاماس. هذه هي فوالا، ها شوف. بصح هذه السبب نتاعها هو كاينه واحد البلاستيكه في تاع الفيسو من جهه الداخل. فوالا هكذا نحطوا لتحت نشوفوا، هذه البلاستيكه اللي كانت تقطع في الخيط تاع ريفيرونس، وهنا هاي لي كلافيش وراه صبعي هي لافيش تاع الكابتور تاع لا روب. هذه لو كان نديروا لها حل ان شاء الله لافيش هذيك باش ما تعاودش تزيد تقطع لافيش. كان عاود جبنا لافيش نعاودوا نركبوها ان شاء الله ونسيو على ربي. هاي لقيت لو كان الله يبارك، هاي الحمد لله ناضت شاك طفى. اللي كانت واحد ديفو كانوا يخرجوا انترميطون، والان بعد ما رجلنا لي ديفو الحمد لله ما خرجنا سيو فيها في الطريق، ما كان حتى ديفو اللي كانوا يخرجوا هذا كامل راحوا، بقى غير ديفو تاع الديبيماتر ولا فيتاس تاع الفيكل اللي لانفورماسيون اللي تجي من الكالكيلاتور تاع لابيس تروح الكالكيلاتور موتور بسبب الريزوكان. وكما قلت لكم الديبيماتر ثاني مهم، عنده مشكل في الديبيماتر، قالنا المهم الحمد لله كان لي نعاود نشري ديبيماتر ونركبو. وهذه هي، والسلام عليكم ومرحبا بكم حضنا تكنو دياغ.